في المجمل انت كان لازم تنهي الاربع ماتشات اللي بتلعبوا في 10 ايام عشان تبقى تقرب، خصوصا ان بيراميدز ماشي بشكل كويس وبقاله حوالي 6 ماتشات بيكسب ورا بعض، وده معدل كويس جدا للمنافسه على الدوري. فانت لازم كان ممكن تطلع نفسك، يعني مش تطلع نفسك يعني هتبعد شويه، وخصوصا كمان انت داخل على نهائي افريقي، فمكسب كويس في اصرار في انك انت بتضغط وبتجيب جون في الوقت الضايع، فدي مؤشرات كويسه. لكن برضه المباراه واعتقد يا كابتن ضياء زي ما حضرتك بتتكلم، يعني يمكن حتى بعد هزيمه النادي الاهلي من نادي الزمالك في القمه 127، ولكن رجع النادي الاهلي قدر زي ما حضرتك بتقول ان هو ايه، قدر ان هو يكسب النادي الاسماعيلي، قدر ان هو يكسب نادي الاتحاد، الجونه النهارده البلديه في البروفه الاخيره، ودوت طبعا يعني يعني حاجه بتوصل لك لمرحله ايه، خلاص صفحه اتقفلت، وان انا عايز اخش على مباراه الترجي وانا في افضل حال. طبعا هتخش بدون كلام بقى، يعني انت الكلام هيبقى ايجابي لانك كسبت، ومكسب صعب لكن كسبت في النهايه، فانت بقى هتخش بذهن صافي مفرغ كل لعيبتك وجهازك للفاينل، ربنا يوفقنا ان شاء الله. ايه اللي يقلقك يا كابتن ضياء في مواجهه الترجي؟ لا يعني النادي الاهلي متمرس ولعب كم فاينل وعارف النهائيات وعارف فرق الترجي مختلفه كتير جدا، معاه مدرب كويس جدا، فرقه مزعجه جدا لانها بتدافع كويس. فرقه اللي بتدافع كويس خصوصا في النهائيات خد بالك كابتن ضياء، هو هي الفكره كمان يعني انسى الترجي اللي هو بتاع مثلا الموسمين ثلاثه اللي فاتوا، تكتيك كتكتيك، لا الناس واقفه في الملعب كويس كتكتيك. صح، برافو عليك، واقفه صح، دي ملاحظه مهمه جدا. وعندهم صبر شديد جدا وبيعرفوا يلعبوا بره وجوه الملعب. فانت المهمه صعبه ومش صعبه، لكن هي فاينل، واي فاينل بيبقى صعب. والنادي الاهلي ان شاء الله بخبراته وبتركيز لعيبته والناس كلها تبقى جاهزه لل 12 ان شاء الله باذن الله. كابتن ضياء طبعا يعني اشكرك شكرا جزيلا طبعا، الكابتن ضياء السيد نجم مصر والنادي الاهلي.